في فقرتنا دي بنتكلم يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والعديد من التنظيمات والجهات ذات الاختصاص تشارك وتساعد الشريحة المجتمعية المهمة وتوفير أي حاجة ممكن تسانده. واحدة من التنظيمات والجهات دي تحالف المبدعين والإعلاميين لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأرحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة جسمة نور رجب، عضو المكتب التنفيذي لتحالف المبدعين والإعلاميين لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. صباح الخير ويسعد صباحك يا رب. صباح النور، يسعد صباحكم، صباح سودانية 24 كلكم ولكل الأشخاص ذوي الإعاقة، زملائي في الطريق أو زملاء الإعاقة، كل سنة وكلكم بصحة تامة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله. بداية كلمينا عن نبذة تعريفية عن التحالف. طيب، تحالف المبدعين الإعلاميين لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، التحالف هو يعني نشكر منظمة ADD لتنمية المعاقين الانترناشونال، أنها هي يعني عندها مشروع خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة اسمه نحن غادرون، وبدت ورش بتاعت شغل بتاع إسكاوعي لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المشروع ذاته بتاع نحن غادرون، وهي استهدفت بعد ذاك المبدعين من الفنانين والشعراء والصحفيين وكتاب القصة القصيرة والفنانين التشكيليين، يعني الجروب حافل يعني بكل مبدعين في البلاد. عمله ثلاثة ورش تقريبا لشغل إسكال وعي مناصرة القضايا عامة، يعني من تصحيح مفاهيم، من شغل بتاع يعني توطيد النظرة الدنيا السالبة دي، تغييرها تماما للشخص المعاق عن المجتمع بمعالجة كل الأضرب الفن اللي هو في الموسيقى، في الدراما، في المسرح، في كتابة القصة القصيرة. يلا هم المبدعين ديل قعدوا في الأيام دي وصححوا المفاهيم كلها أساسا، أنه من خلال الورش دي طلعوا بمبادرة، المبادرة دي ذاتها بتاعت التحالف ده أساسا، أنه ممكن هم في وسائل الإعلام الأخرى يبقوا يعني رسل لتصحيح الرسالة. جميل. طيب، الهدف من قيام التحالف، تحالف المبدعين لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، الهدف منه أصله يعني مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ما هي كثيرة جدا، يعني في التعليم، في الصحة، في العمل. يلا هم المبدعين دي لما قاموا أنه بالفكرة بتاعت التحالف أساسا أنه يساعدوا يعني الأشخاص ذوي الإعاقة في توصيل رسالتهم، يعني تصحيح مفاهيم قضايا النظرة السالبة ذاتها والدنيا زي ما قلت لك في نظرة المجتمع، يعني منح الثقة للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أنه هم غادرون يعني. طيب، كيف يتم الانضمام للتحالف؟ والله التحالف مفتوح لكل مبدع ولكل إعلامي ولكل مناصر لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني ما عندكم اللي هو اختيارات يعني إلا يكون إعلامي أو يكون مثلا مبدع في حاجة معينة؟ لا ما عندنا، نحن في النهاية دارين كلنا مناصر قضايا يعني ملحة في المجتمع بمعالجات مفاهيم وترسخ يعني للشعب. طيب، المحاور اللي ممكن أنتم بتعملوا عليها هي شنو يعني في التحالف المبدعين؟ كل المحاور اللي بتخص بالنص الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. زي مثلا؟ ما في الصحة، في التعليم، في العمل. طيب، في التعليم عملتوا شنو؟ في الصحة ممكن ما يلا في تصميم رسائل واضحة، يعني التعليم في شغل بتاع دمج، يعني كيف يدمجوا الأشخاص ذوي الإعاقة. المعالجة بعد ده بتتم بكتابة الكاريكاتيرات، بتوجيه يعني شغل خاص برضو بمشعل موسيقي، الدراما، يعني كل الحاجات اللي ممكن نحن نوصل بها الرسالة تحت التعليم، أنه كيف الشخص المعاق يتعلم وياخذ حقوقه مثله مثل الآخرين. في المبادرة دي نحن بنعالج بها. طيب، اليوم العالمي أو اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم ده مهم قدر شنو بالنسبة لكم؟ والله مهم لنا كبير جدا، يعني عدة أغراض برضو.
اللي هو يعني الأشخاص ذوي الإعاقة شريحة هامة في المجتمع ولازم تعيش مثلها ومثل الآخرين ولازم يأخذوا حقوقهم كاملة يعني كما نصت الاتفاقيات الدولية ونص القانون بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة. عشان كده دائما كل سنة نحن لازم يكون في شعار نستمد منه قوة عشان تاني يعني نفتح آفاق أوسع وأكبر. طيب شعار هذه السنة، أنت ذكرتي شعار السنة، شعار السنة نحو عالم شامل للإعاقة، حدثينا عن الشعار، حدثينا عن ممكن شعارات السنين الفاتت. يعني شعارات السنين الفاتت كلها هي كانت برضو يعني كانت مصبة في شغل إسكال وعي أكثر ونحو عالم. يعني اشتغلوا كان عن التنمية الاجتماعية، عن الأهداف التنمية المستدامة، وبالذات البند الرابع كان التعليم. فنحن يعني لازم نكون كلنا في التعليم لأنه أساساً أساس البناء وأساس التأسيس ذاته اللبنة الأولى. أكيد. عشان كده لازم نحن برضو يعني نكون هسي في الشعار بتاع العام يعني برضو يحدث لنا كل الأهداف المرجوة، يعني لأنه في اندثار شوية كده، في إنفاق، في عدم يعني إطراء. يعني بكل صراحة في الفترة الأخيرة دي يعني بقى ما في يعني رسائل تصل، ودي حال البلد. لكن نحن نتمنى أنه يعني يذكرونا ويخطونا في العين وفي النصب العين عشان الرسالة كلها نشيلها نحو عالم. ونحن لحد الآن يمكن ما وصلنا، لكن إن شاء الله نصل إن شاء الله بإذن الله. طيب تفاصيل الاحتفال اللي هو يوم 3 ديسمبر اللي هو يصادف غدا، اللي هو غدا يوم 3 ديسمبر حنشتغل الحملة الإعلامية اللي هو في كل الإذاعات والقنوات المرجعة الأخوان المعانا في التحالف، أساس يكون شغل بتاع إسكاوعي برضو وعكس النظرة النظرة الأساسية لشخص المعاق. بعد ذاك تمتد الاحتفالات، وبدأت الاحتفالات يعني من اليوم في ولايات عدة، القضارف، كسلة، النيل الأزرق، يعني ولاية الخرطوم. إن شاء الله نحن هنا في المركز بنحتفل يوم 13 بإذن الله في الفندق الكبير في الجراند هوليداي إن شاء الله بإذن الله. طيب رسالة للأشخاص أو الشريحة المهمة اللي هي ذوي الإعاقة المجتمعية أو المجتمعية المهمة في السودان، يعني عموما رسالتك لهم؟ رسالتي أنا أول شيء لإخواني المعاقين تاني بقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، ورسالتي بقول لهم أنا المكفوف صحيح عيني ما بيشوف، ولكني ما تأثرت وقلبي ما رآه الخوف، أنا المكفوف من قاموسي الحقد محذوف، أرجوك صديقي لدنياي أن تخطف من حياة الإعاقة زهور، تعلم من حياة المعاقة الصبر وكيف طرف الظلام النور. يا سلام يا سلام. طيب رسالة لكل المسؤولين في الأفراد والمجتمع. رسالة لكل المسؤولين والأفراد في المجتمع، يعني ادونا الفرصة وامنحونا الثقة ونحن قادرون بإذن الله تعالى، وأضعونا برضو في برامجكم في كل خططكم خطط العمل الموجودة، يعني ودي رسالة بوصلها لكل المجتمع وكل المسؤولين في الدولة. يعني نحن قادرون أنه نعمل، ونحن قادرون أنه نوصل رسالتنا للمجتمع، وإن شاء الله إن شاء الله رسالتكم واصلة. الأستاذة نشكرك جزيل الشكر، الأستاذة قسمة نور رجب عضو المكتب التنفيذي لتحالف المبدعين والإعلاميين لمناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، شكرا جزيلا لك وشكرا لوجودك معنا في صباحات سودانية. شكرا لكم وشكرا لصباح السودانيه.